السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله بنصور اليوم 13 لدورة الفراخ بتاعتنا. كل يوم يا جماعة بنصور، ما فوتناش الحمد لله، ما فوتناش ولا يوم في الدورة بتاعتنا. تمام، بسم الله ما شاء الله. الفراخ بتاعتنا يعني يعتبر كل يوم في الزيادة، الحجم بتاعها يعني ما شاء الله شايفين تكبر يوم عن يوم. النهارده هنعمل ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين كده انا معايا الجير اهوت، ما رضيتش ان انا ارش الا ما ابدا الفيديو معاكم واقول لكم ان شاء الله انا هعمل ايه. تمام، نحط لايك يا جماعه الفيديو، شجعوني بلايكات كتير عشان ان شاء الله نقدر نواصل الدور على خير مع بعض وما نفوتش ولا يوم. عايزاكم تشجعوني كده بكومنتاتكم الحلوه، بتشجيعاتكم ليا باللايكات، شيروا الفيديو، واللي شارك كتير لتم زي حبايبي اللي شيروا الفيديو قبل كده انا بشكرهم من كل قلبي. يلا كده نسمي الله، تعالوا يلا نشوف الاول انا بعمل ايه. اول حاجه كده يا جماعه اللي الجير بيحافظ على الفرشه معاكي تفضل نظيفه، يعني بيخلي الفرشه ان انت ما تستهلكيش كل يوم نشاره، بيجفف الفرشه على طول كل يوم معاكي. الفرشه دي ما شاء الله بقالها فتره، يعني بقالها كام يوم معايا هي؟ يمكن بقالها يجي 3 ايام 4 ايام، وما شاء الله جيت اغيرها النهارده. يعني انا قلت ايه اغيرها النهارده، لقيتها ما شاء الله شوفوا لسه عامله ازاي، لقيتها ناشفه. ليه؟ لان كل يوم بحط جير، الجير دوت بيجفف الفرشه معاكي، كمان ما بيخليش الفرشه تعمل ريحه امونيا او تربى حشرات. تمام كده يا جماعه. بنرش بقى، هنعمل ايه؟ هناخد بالنا علشان ما نرشش على الفراخ ويجي مثلا يعمل ايه، يعمل مشاكل تنفسيه للفراخ. فانا بالراحه كده اهوت واقوم رشه زي ما انت هتشوفوا معايا كده، هرش المكان كده وهبعد عن الفراخ خالص، يعني بالراحه كده مش هعصر على الفراخ ولا حاجه لغايه ما نوصل للاخر. شايفين بقى انا عملت ايه؟ لو ملاحظين هتلاقوا الارضيه كلها ابيضت، الفراخ بتنقر فيه، وده مش غلط. الجير ده يا جماعه ده كالسيوم حلو قوي للفراخ، يعني انت حتى لو انت رشطيه ولقيت الفراخ بتنقر فيه، يعني بص الفراخ اللي واقفه على البنوت دولت بتنقر فيه، ده ما بيعملهمش اي حاجه، ده كالسيوم حلو قوي للفراخ، يعني مفيش فيه اي مشكله خالص. طيب الفيديو بتاعنا النهارده هيبقى عباره عن ايه؟ هنعمل خلطتين، خلطه على الميه وهنعمل خلطه على الاكل، وكمان هنوزن. يعني الفيديو بتاعنا ما شاء الله هيبقى كويس جدا شامل كل حاجه، عشان الناس اللي هي زعلانه وبتقول لي يا شيماء انت قلت انت هتوزني الفيديو اللي فات، فعلا يا جماعه انا كنت فعلا هوزن، بس ده سهو مني معلش يعني، فانا ان شاء الله هحاول ان انا اوزن في الفيديو ده. تعالوا بقى نعمل كده زي ما انتم شايفين كده، بقول لكم بس حاجه بسيطه. الناس اللي هي كانت الاول بتعمل التدفئه مثلا درجه حراره 30، هنحاول ان احنا بقى خلاص احنا دخلنا في الاسبوع الثاني، كل مدى هنبدا ان احنا نقلل درجه الحراره شويه. تمام، يعني بدل ما تبقى مثلا حاجه و30 او 30 هنقللها مثلا نخليها ايه تبقى 28، تبقى مثلا من 30 ل 28، كل مدى هنقلل في درجه الحراره شويه، عشان كل مدى الفرخ بيكبر معانا نفسه يعني بيصهد المكان كده. فاحنا هنحاول ان احنا نعمل تهويه زي ما انتم شايفين اهوت. التهويه دي يا جماعه انا بسيبها لهم بالليل، يعني انا بغطي بس السلك وبسيب التهويه اللي هي عند الشباك الابيض ده كله كده مفتوح طول الليل، يعني على اساس ان هو ما يكتمش المكان ويبقى مثلا ايه الفراخ تعرق على بعض، إيه الصهد مثلا يطلع على عينيهم او كده الفراخ يتعب مني. لا طبعا كل الحاجات ديت احنا بنعملها، وعشان كده ما شاء الله الفراخ ماشيه كويس معانا. ما عدا بقى يا جماعه الاسهالات، الاسهالات دي مشكله لوحدها، فانا النهارده برضو جايبه مكون كويس جدا علشان الاسهالات. معظم الناس بتشتكي من الادويه البيطريه، وفعلا يا جماعه الناس اللي هي بتشتكي وتقول ما بتعملش حاجه فعلا الناس دي معاها حق. ليه؟ لان الادويه البيطريه فعلا ما عادش بتعمل اي تاثير بمعنى اصح. علشان كده الاضمن ان احنا هنعمل ايه؟ هنجيب دواء بشري كويس جدا هيبقى حلو قوي، مثلا يعني زي مطهر معه وكده هيبقى حلو قوي للاسهالات، لو في اي طفيليات ولا حاجه عند الفرخ، كل الحاجات دي ان شاء الله هنعالجها بدواء بشري، وده بيبقى امن واحسن، لانه معظم الادويه البشريه قصدي معظم الادويه البيطريه معظمها فعلا ما عادش بتجيب نتيجه معانا. فدلوقتي هنحط مكون حلو قوي للمشاكل التنفسيه وزياده الوزن وفتح شهيه برده اهو، ده معايا العلف، ده العلف يا جماعه، وده النعناع. بصوا بقى ده نعناع ناشف اهو، ده هياخد كده حوالي ملو معلقه او 5 جرام على كيلو علف اهو، ده يعني يعتبر ايه ملو معلقه كبيره، يعني حاولي ان انت تحط كده يعني حوالي 5 جرام كده على الكيلو العلف. تعالي نشيل بس من العصيان ديت، ده النعناع الناشف اهو، ده حلو قوي يعني ايه للفرخ.
بنحاول ان احنا نقلب كل ده على الاكل بتاعه. وعلى فكره برضو لو انت غرقت النعناع دوت في قلب الميه وحطيته لهم في الميه بتاعتهم ده هيبقى كويس جدا ان شاء الله. كل الحاجات ديت هنشوفها برضو في الايام الجايه. هنبدا ان احنا نحط لهم الاكل. وخدوا بالكم برضو ما تنساش نجوع الفرخ ساعة في اليوم. حاول بقدر الامكان ان احنا نشيل الاكل من قدام الفرخ ساعة في اليوم. تمام كويس كده. يبقى انا كده اول حاجة عملتها الفرشة، تاني حاجة عملتها حطيت الوصفة بتاعتي على الاكل. تعالوا بقى نشوف المية هنعمل فيها ايه. دي يا جماعة العلبة اللي انتم شايفينها ديت، ده فيلاجيل. الفلاجيل ده بيعمل ايه؟ ده مطهر معوي كويس جدا للفرخ. ده فيه يعني يعتبر مطهر معوي مضاد للطفيليات. اي حاجه عندك الفرخ عنده اسهال، عنده اي حاجه، عنده اي مشاكل معويه، الفلاجيل ده كويس جدا. في منه الحبوب وفي منه الدواء السائل. فاحنا النهارده هنجيب الدواء السائل، وممكن لو انت استخدمت الحبوب مفيش اي مشكله. تمام اهو ده بتاع الاطفال يعني بشري، وده امن وافضل من الدواء البيطري اللي انت هتجيبيه. اهو برد الازازه كده اهوت، وهاخد منه حوالي 3 سم يعني ملو غطا كده. هناخد منه يجي ملو غطا. الغطا ده يا جماعه هنحطه على السقايه على رطل ميه زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنحط الميه بتاعتنا كده اهوت. لو وقائي، لو انت هتعملي كوقائي هقول لك تعملي ايه، بس هنحط لهم الميه اهو. بس حاولي ان انت تعطشهم شويه قبل ما تحطوه. ده كده دلوقتي حطينا الفراخ اهي، والفراخ بتشرب منه. ده كده يا جماعه الفراخ بدات ان هي تشرب منه اهوت. هقول لكم الحوزه قبل ما اقول لكم بس على الدواء. للمره الثانيه يا جماعه حاولوا ان انتوا تحطوا على فتين اتنين للفراخ. لو انت عندك كميه كبيره حط على فتين اتنين علشان ما يبقاش في عندك فرخ كبير وفرخ صغير. تمام. طيب هنرجع بقى للدواء الفلاجيل اللي احنا حطيناه. لو انت هتعملوه كوقائي حطيه مره واحده بس في الاسبوع. لو في اي مشاكل معويه عند الفرخ، في اسهال، في اي حاجه، حطيه 3 مرات ورا بعض. تمام. هنحط منه 12 ساعه، وال 12 ساعه التانيين هنحط ميه بيضه او هنحط ميه وخل، معلقه خل كده على رطل ميه. وضحت يا جماعه ده علشان نبقى احنا ماشيين الدوره مظبوط. طيب انا كده دلوقتي خلصت الوصفه اللي على الميه وخلصت الوصفه اللي على الاكل. هنشوف بقى الوزن، علشان في ناس كتير بتسال الوزن في العمر ده بيبقى قد ايه. تمام تعالوا يلا. ده كده يا جماعه اللي هنصفر بقى الميزان بتاعنا بعد ما حطينا الحل عليه اهو. نصفر عشان نبقى بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده وضحت معايا اهيك. هنبدا بقى ان احنا ايه نصفر تاني. تمام كده الميزان قدامنا مظبوط. هنمسك بقى بالحظ كده من قدامنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونمسك اول فرخ معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول فرخ معانا بسم الله ما شاء الله، يعني على عمر 13 يوم اهو 425 جرام. ده كده اهوت. لو انتم وضحت معاكم اهو علشان تشوفوا بس معايا اهوت، يعني ده يعتبر ما شاء الله على، يعني هما لسه ما كملوش وهما النهارده ال 13، انا بصور لكم لسه الصبح وما شاء الله يعني يعتبر الوزن كويس جدا. هنشوف حاجه ثانيه برده اهيت. نصفر الميزان برده ثاني مع بعض كده. ده كده 415 جرام. هنوزن يا جماعه كل الاحجام، كبير وصغير كله هنوزنه، علشان ايه؟ ممكن يكون في مثلا في احجام متفاوته في اي حاجه، هنوزن كله علشان تبقوا انتوا برده واضحين معايا. 420 جرام اهوت. هقرب لكم الكاميرا بس عشان تبقوا انتوا برده ايه شايفين. انا عارفه ومتاكده ان في ناس ما شاء الله يبقى عندها احجام اكبر من كده. هنشوف برده. تعالوا نجيب بقى اصغر حاجه خالص. بصوا بقى ده يا جماعه دي اصغر فرخه عندي في الفراخ اللي انتوا شايفينها، عشان ايه برضو يبقى انا ايه ماشيه مظبوط. جبت الصغير وجبت الكبير، ده اصغر فرخ عندي في الفراخ كلها. بصوا بقى يعني يعتبر ده اصغر حاجه 260 جرام، وده يعتبر الفلته اللي فوق يعني. ده اهوت ده يعتبر 260 جرام. ده زي ما قلت لكم اصغر حجم عندي خالص. ليه؟ لان الفرخ ده كان عنده اسهال، وطبعا زي ما قلت لكم يا جماعه الفرخ هو الاسهال هو اللي بيعمل تفاوت في الحجم. لو لا قدر الله الفرخ مثلا ظهر عنده اسهال ولا حاجه وانت مش واخده بالك منه، الاسهال دوت ممكن ايه بينشف الفرخ معاك شويه، بيخليه يتغير عن باقي الفراخ. تمام خلاص هنشيل بقى ونشوف واحد تاني.
نمسك بقى برضو كمان واحد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ما شاء الله برضو اللي هو ايه يعني حجمه كبير شوية، 425 جرام. يعني هما دلوقتي ما شاء الله كل المقاسات مقاربة لبعضها كلها في 400. اصغر واحد انا جبته يا جماعة اللي هو 200 ويل اللي انتوا شفتوه معايا. خلاص، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب يكون عجبكم. بعد ما شفت الموازين معايا، جبنا الصغير وجبنا الكبير وجبنا الوسط، وشفت الاحجام ما شاء الله يعني كويسه جدا. تمام، انا عايزاكم بقى انتوا كمان توزنهم وتقولوا لي اذا كانت عندكم برضو الاوزان نفس هي الاوزان، ولا عندكم الاوزان اعلى. وانا متاكده فعلا ان انتوا ان شاء الله عندكم الاوزان اعلى. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك لو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.